مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، وبنبدا فقراتنا النهارده بهذا الحوار مع واحد من اللاعبين المتميزين اللي كانت تجربه انتقاله للنادي الاهلي تجربه خاصه جدا، وسبقها محاولات لينتقل هذا اللاعب اللي كان متميز كمان فنيا ومهاريا، وكان من اصحاب المهارات الخاصه في الدوري المصري من الشرقيه للدخان الى بتروجيت، ولكن استطاع النادي الاهلي بعد ما تابع مستوى هذا اللاعب وشاف السي دي الخاص ببعض لمسات ومباريات واهداف هذا اللاعب المتميز انه يصل الى طبعا نتيجه نهائيه بانهاء التعاقد مع هذا اللاعب، اللي اعلن كمان رغبته وعدم تصديقه في البدايه لرغبة المسؤولين والجهاز الفني للتعاقد معه في النادي الأهلي، وكانت تجربة انطلق من خلالها ليسهم مع زملائه في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات المحلية والدولية. معانا ومعاكم النهاردة في الأهلي ليلة نجم النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد حسن استاكوزا. كابتن أحمد مساء الخير. كابتن محمد وسعداء بوجودك معانا النهاردة. ربنا يخليك يا كابتن، أنا أسعد طبعا. الله يخليك كابتن أحمد، وبنسعد بيك طبعا في بيتك على شاشة قناة الأهلي، واسمح لي نبدأ معاكم مع مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. أحمد حسن استاكوزا، هل تتذكرونه؟ هو أحد اللاعبين الذين نالوا شرف اللعب مع الجيل الذهبي لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي ضم نجوما عديدة من أبرزهم أبو التريكة، بركات، وعماد متعب. انتقل لاعب خط الوسط المدافع أحمد حسن إلى صفوف القلعة الحمراء قادما من الشرقية للدخان موسم 2004-2005، ليخوض أول مباراة مع المارد الأحمر بالدوري في 13 أكتوبر 2004 أمام المنصورة، وفاز بها الأهلي بهدف. حصل استاكوزا مع الأهلي على العديد من البطولات، منها 3 ألقاب للدوري مواسم 2005-2006-2007، لقبين لكأس مصر موسمي 2006-2007، كما حصل مع الكتيبة الحمراء على دوري أبطال إفريقيا عامي 2005-2006، السوبر الإفريقي موسم 2007. حصل مع الأهلي على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية باليابان 2007. لا تنسى جماهير الأهلي هدفه في طنطا موسم 2007، وهدفه أيضا في تليفونات بني سويف في كأس مصر. كانت آخر مشاركة له بقميص الأهلي موسم 2007، ليبدأ بعدها مغامرة جديدة مع الاتحاد السكندري موسم 2008. في عام 2012 اتجه استاكوزا كما يحب أن يناديه الجميع للتدريب بأكاديمية الكرة بنادي وادي دجلة، ليتولى مؤخرا منصب نائب الأكاديمية عام 2016 وحتى الآن. في أول حوار دار بين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي في هذا الوقت وقت انتقال استاكوزا إلى النادي الأهلي، قال له إنك بتلعب بأسلوب يشبه، وإنه تابع مبارياته وشاف في طريقة أدائه أو ستايله كلاعب في وسط الملعب، كلاعب وسط مهاجم أو كبلاي ميكر أو صانع ألعاب، شاف تشابه بينه وبين النجم الكبير وليد صلاح الدين، وقال له إن كاريزما لازم تكون موجودة في النادي الأهلي. خلينا نعرف منك كابتن أحمد تفاصيل انتقالك للنادي الأهلي، اللي قيل إنها كانت حتى كنت مستبعد الاحتمال ده في وقت من الأوقات. هو فعلا أنا كنت مستبعد الاحتمال تماما. أنا كنت بلعب في نادي الشرقية للدخان، كان جاي لي أكتر من عرض في النادي في الفرق الدرجة الأولى. كنت عامل سيديهاية كده بسيطة عشان خاطر أروح نادي بتروجيت، كنت حابب ألعب في نادي بتروجيت، لأن نادي بتروجيت كان يعتبر في الدرجة الأولى عندنا، كان نادي بترولي، كان من الأندية اللي بتصرف كويس يعني. فكان طموحي إن أنا ألعب هناك. طبعا السيديهيه طبعا راحت انبي وراحت النادي الاهلي. انا عن طريق عم حربي مشجع الاهلي هو اللي طلب منك بالحاح انه ياخد السي دي يوديه للجهاز الفني، وانا ضحكت جدا حتى هو جه بيقول لي انا هاخد السي دي ده هوديها النادي الاهلي. فقلت له ان توديها برشلونه، انا بضحك يعني، فقلت له ان شاء الله حتى توديها برشلونه. انا كان كل طموحي ان انا اوصل لجزئيه بتروجيت، مركز على ان انا عايز اروح بتروجيت بالظبط. طبعا انا كنت قاعد اتفاجئت بتليفون من كابتن حسام البدري. طبعا احنا عارف عندنا في الكوره طبعا في مقالب كتير بتحصل وكده يعني، فانا متخيل ان حد عامل معايا مقلب يعني، ان انا الاقي النادي الاهلي بيكلمني، دي طبعا كان مقلب كبير قوي. فطبعا كابتن حسام بدري كلمني في الاول وبدا يعرفني بنفسه، فطبعا انا بقيت مركز في الصوت قوي لان انا حاسس ان ده مقلب. فطبعا بدات وانا بتكلم مع كابتن حسام اللي هو طيب ماشي، انت فاكره حد بيهزر؟ حد بيهزر حسام البدري ومش هو اللي عطل. لا هو الموضوع هزار بالنسبه لي يعني، هو كده الموضوع هزار. فاللي هو ايه طيب ماشي اوكي، طب ده هيبقى امتى؟
فقال لي، فطبعا كابتن حسام بدا يحس ان انا بتكلم معاه بطريقه مش 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 اللي هي طبعا فيها نوع من السخريه، على انه مش مش الكابتن حسام البدري اللي بيكلمك، ده شخص بيهزر معاك. بالظبط، فبدات الفت نظره ان انا والله يا كابتن حسام، بس انت حضرتك عارف هو انت كابتن حسام بجد؟ قال لي كابتن حسام انت لعيب كويس، ومستر مانويل شاف السيديهيه بتاعتك وان شاء الله باذن الله تبقى متواجد في صفوف النادي الاهلي وكده. فطبعا انا ما قفلت معاه طبعا، مش مصدق نفسي، لان اليوم ده جالي تليفون تاني من امبي في نفس اليوم برضو. فكان طبعا الحدث الانتقالي ده كان غريب جدا. بدات كمان العروض تجي لك بقى من انديه، يعني من امبي نادي كبير له ادارته مستقر وقدم مستوى فني كويس، ونفس الامر البتروجيت، وفجاه كمان يجي لك اتصال من الجهاز الفني من المدرب العام للاهلي قال لي ده حلم اي لاعب. الكابتن حسام قال لي ما تكلمش حد، يعني ما تكلمش حد او ما تقولش حد، لان الفتره دي هيخش ناس وهيحاولوا يعملوا مزايده وكده يعني. فقال لي ما تتكلمش مع حد. عايز اقول لك يا كابتن محمد انا ما بتكلمش، يعني هو كانه قال لي ما تتكلمش، فانا ما بتكلمش خالص مع اي حد. اقرب الناس ليا ما حدش يعرف حاجه، ما بستقبلش بقى تليفونات من اي نادي لحد ما بتكلمش مع حد. انا بنفذ التعليمات بالظبط، لان انا طبعا انا حابب، طبعا حلم بالنسبه لي ان انا العب في النادي الاهلي، ان ما كنتش يعني طمحت ليه في وقت من الاوقات، او كنت حابب ان انا مثلا اروح نادي تاني او نادي كنت حاسس ان هو الاقرب بالنسبه لي، ولكن طبعا لاني كنت مستبعد في الفتره ديت. شايف المنافسه صعبه او فرصتك صعبه انك تروح الاهلي، لكن نفسك. طبعا مش عايز اقول كل اللعيبه اللي بتلعب في مصر نفسها ان هي تكون متواجده في النادي الاهلي، بس نسبه كبيره قوي من اللعيبه الموجوده في مصر طبعا تتمنى ان هي تلبس تيشيرت احمر. فطبعا طيب، ومشيت الامور ازاي؟ ازاي انا عرفت ان كان في اتصال من نجمنا السابق الكابتن امير عبد الحميد، هو اتصل بيك او اتصلت بيه علشان تروحوا مع بعض النادي؟ ايه اللي حصل؟ قلت له عايز تروح معايا النادي. بالظبط، طبعا هو الموضوع كله طبعا كانت هي نقله كبيره من نادي الشرقيه للدخان للنادي الاهلي. فطبعا الباشمهندس عدلي قال لي ان شاء الله باذن الله هتبقى متواجد يوم الاحد الساعه 9 الصبح، كان هيبقى ميعاد التمرين. فطبعا انا مش عارف اروح ازاي، يعني برضو انا الحاله طبعا في وسط كم النجوم دول اللي انا بقعد اتفرج عليهم في التلفزيون، كان كابتن خالد بيبو وكابتن هاني خشب وكابتن سيد عبد الحفيظ، كانت اسماء جامده طبعا. فانا مش عارف اخش ازاي اوضه اللبس نفسها طبعا. فكان امير هايب الموقف. طبعا، بس هنرجع للحكايه دي، دخولك غرفه الملابس وتعرفك على النجوم الموجودين في الاهلي، بس عشان ما تبقاش في حاجه فقدناها في الحوار بس او نسيناها. كلمنا عن التفاصيل، رحت النادي او قعدوا معاك علشان عمليه التوقيع، والامور مشيت بشكل سهل جدا. عمليه التوقيع للنادي والانضمام له رسميا كانش فيه اي عقبات؟ كان الاول فيه عقبات قبل كده للانتقالي من نادي الشرقيه للدخان. كان نادي الشرقيه للدخان دايما كان حاطط سقف مبلغ كده كانش لطيف، يعني في الفتره ديت ما كانش فيه مبالغ كبيره بتدفع، فكان دايما كل صفقه بتقف. بس طبعا الكابتن حسام بدري حتى هو بيتكلم معايا، فانا بكلمه فبقول له يعني احنا عندنا بيطلبوا مبالغ عاليه، والموضوع دوت حصلت اكتر من مره وما كانش ما حصلش نصيبه كده. فطبعا النادي الاهلي فطمنك قال لي مالكش دعوه، قال لي انت مالكش دعوه. فطبعا مالكش دعوه دي اتقالت بشكل وبثقه. طبعا كان ساعتها الباشمهندس عدلي، طبعا الباشمهندس عدلي مالكش دعوه خالص، الموضوع كان خلصان بمجرد لقيت الباشمهندس عدلي منه للمسؤولين على طول في الشريال. قال لي تقابلني بكره في الشركه، فروحت هناك في الشركه، فانا قاعد طبعا في المكتب هناك، فطبعا هو بيتكلم فرنجي وبياخد ويدي طبعا الباشمهندس عدلي، فاتكلم معاه بشكل اللي هو اوكي ماشي، بس على فكره احنا النادي الاهلي دايما بيخش بشكل شرعي، المبلغ مبالغ فيه. اللعيب ده ممكن يكون عندي، يعني انا ممكن اديله المبلغ دوت ويبقى عندي عادي جدا يقضي السيزون دوت والسيزون اللي بعد يبقى موجود عندي. فكان مدي شكل كده اللي هو التهديد بشياكه قوي، يعني اللي هو انت ما فيش داعي انك انت تبالغ في المبلغ قوي، لان انا كان ناقص لي سنه بس والموضوع خلص. بعد سنه الشرقيه للدخان في الحاله دي مش هيستفيد بانتقالك. لا هتبقى صفقه انتقال حر. طبعا واقتنعوا كلام الكابتن عادل، الموضوع منتهي يعني. اتغيرت بقى الارقام ووصلوا لصيغه مرضيه. جدا وصلوا لصيغه مرضيه جدا طبعا. وبعديها بيومين بالظبط كنت موجود جوه النادي الاهلي. مفاوض شاطر كابتن عادل جدا. لا جدا. طيب خلاص، تمت بنجاح. الحمد لله. وتوقيع العقد. نرجع لدخولك النادي والتقائك بقى بالكم الكبير الموجود من النجوم. تعاملت مع ده ازاي في اول يوم؟ انا اول يوم طبعا انا كلمت امير كان في صداقه شخصيه، لان هو كان بيلعب في نفس المسابقه معايا، في ان هو كان بيلعب في الاهلي وانا كنت في الدخان في الفتره دي، وهو كان ساكن جنبي فيصل. فاتصلت بيه وقلت له امير انا عايز اجي معاك التمرين بكره. فامير قال لي، هو امير ما يعرفش اصلا ان انا الصفقه خلصت او ان انا ماضي للنادي الاهلي. قال لي طب تمام جميل قوي، تيجي براحتك. طب انت ما كلمتنيش ليه؟ طب رايح تضيف يعني صديقه يعني. فقلت له لا، هو حصل 1-2-3. قال لي والله طب ده مبروك، انا برضو كنت سامع ان هم بيخلصوا لاعب من الدرجه الاولى، ده انت طب ازاي انا ما اعرفش كل الكلام دوت. فقلت له طب انا عايز اروح معاك بكره، لان انا عايزك انت تدخلني يعني في اوضه اللبس مع في وسط اللعيبه وكده يعني.
قال لي لا 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 الموضوع دوت مش زي ما انت متخيل يعني في النادي الاهلي مفيش كلام دوت مش هتحس. طبعا كلامه كان بالنسبه لي مش مقنع لان انا كان شايف نجوم كبيره في النادي الاهلي فكان الموضوع بالنسبه لي لا يعني لا هتدخلني يعني انت هتدخلني يعني حاسس انه هيكسر الحاجز اللي موجود في دخولك النادي اول يوم ان وجود امير معاك كصديق وجارك هيسهل عليك المهم اكيد اللي طبعا اكيد طبعا بدل ما انا هخش المفروض فهبتدي طبعا كله عايز يعرف مين متواجد فهبتدي اقدم نفسي فاكيد لما امير هيخش يقدم الموضوع بشكل هيبقى بشكل ظريف كده فاهم يرفع عنك الحرج بقى يرفع عني الحرج في كم النجوم دي وامير شخصيه جميله يعني شخصيه جميله طبعا شخصيات محترمه طبعا شخصيات جميله جدا فحصل ان هو دخلت طبعا فعرفني على اللعيبه وبدا يعرفهم عليا فانا فاكر ساعتها كان قاعد عماد فعماد متعب فقال له انت محسسني انت تعرفني على ابن خالتك فقال له لا استاكوزا هو يكون متواجد معانا ان شاء الله وكده كنت قبل كده كنت دخلت جوه الاول سلمت على الجهاز جوه وكان متواجد كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان متواجد دخلت سلمت عليه وكان مستر مانويل وكان كابتن حسام البدري سلمت عليهم في الاول طبعا الكابتن ثابت دايما بيبقى مش مقدمه قد ما بيعرفك انت فين يعني هو انت اي نعم جاي عارف يعني النادي الاهلي وعارف حجم النادي الاهلي هو عايز يقولك عناوين رئيسيه انه لو عايز ترتاح وتنجح مع النادي الاهلي ركز على الحاجات دي في بلان كده طريق كده جميل قوي هتمشي عليه هنا بيبقى فيه هنا عندك اول نمره واحد انت راضي عن العقد بتاعك ولسه متاح لك انك انت تحدد انت تشوف عايز تحدد ايه في العقد بتاعك لو انت في رغبه في اي حاجه انت ممكن تحددها دلوقتي اختيارك هنا عندنا احمد مفيش هزار ومفيش في تنفيذ النادي الاهلي هنا نادي بطولات اتمنى لك التوفيق اتمنى لك الاهم من التوفيق التركيز معانا والتركيز في اللي بيوصل لك بس فطبعا سلمت وخرجت طبعا كانت وصلت الرساله وكان الشكل العام لما دخلت جوه الفرقه لا هو ده الاداء وهو ده حتى النجوم الكل ملتزم الكل بيشتغل في الاطار المعروف جوه كله شغال في, في 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 تراك واحد محدش بيخرج عنه واللي بيحاول يخرج عنه انت عارف البدايات طبعا. بقى داخل الملعب التزمت خلاص بكل ما كلفك بيه الكابتن ثابت البطل رحمه الله وعرفت كل الامور الخاصه بمعايير العمل وضوابط العمل او لعب الكوره داخل النادي كلاعب محترف بدات الامور ازاي فنيا المنافسه مع الكم الكبير ده من النجوم مع وجود بقى مستر مانو والكابتن حسام والجهاز كله بدات تاخد فرصتك ازاي وكانت الايام الاولى لوجودك داخل الملعب حتى في التدريبات بتقيمها ازاي وكان مردود او رد فعل الجهاز الفني والله بص زي ما قلت كابتن محمد في الاول انا طبعا كنت رايح الاول في منطقه البلاي ميكر اللي هي في مكان كابتن وليد صلاح الدين طبعا كنت انا رايح بعد 6 شهور من وجود تريكا وجود تريكا وتعاقد مع بركات في نفس الوقت اللي انا رحت فيه صعب عليا قوي ان انا العب في المنطقه دي تماما قعدت الفتره الاولى كنت بلعب في اكتر من مركز في الماتشات الوديه فقعدت مع كابتن حسام البدري قلت له كابتن حسام انا عايز العب يعني انا حابب العب وانا حاسس ان انا ما بلعبش في مكاني كابتن حسام قال لي انت شايف الاداء طبعا ابو تريكا كان في الفتره دي طبعا هو ما شاء الله لغايه لما بطل يعني وجود بركات في المكان دوت فبدات ادور نفسي على مكان في الديفندر كان في الوقت دوت كان حسن وشوقي وكانوا كانوا متواجدين في منتخب مصر كانوا في منتخب مصر فكان الموضوع صعب مستر مانو قال الموضوع مش صعب انت محتاج بس تاخد شويه قوه تكورتك كويسه لو قدرت تلعب في المكان دوت انت هتبقى متميز في المكان ده اللي هيبقى عندك الحته الهجوميه هيبقى عندك حته التسديد من بره ال 18 فطبعا انا خدت الكلام دوت ببص لهم يعني انا عايز العب عليهم وفي نفس الوقت انا باخد منهم التحركات وباخد منهم الاداء بدات تركز بيتحركوا ازاي شوقي وحسن بالظبط وكانوا من افضل الفتره دي كانوا من افضل الناس اللي بقوا في المكان ده وان كان من افضل دويت وهاف ديفندرز في الدوري المصري في الموسم طبعا في الفتره دي يعني. طبعا وبالذات شوقي يعني هو في منطقه الديفندر دي يعني يدرس يعني هو شوقي وتامر عبد الحميد انا من وجهه نظري في منطقه الديفندر دي فطبعا اديت بالشكل اللي هو فيه الحته الدفاعيه ازاي الميل ازاي ان انا ابقى متواجد دايما في المنطقه اللي هي في المردود من خط الظهر ازاي المردود من الفراوده ازاي ابقى متواجد كل الكلام ده خدته من تحركاتهم هم فقدرت العب في المكان ده مع التسديد من بره ال 18 مين فيهم اللي كنت شايف انك ممكن تلعب باسلوبه اكتر شوقي وحسن مصطفى كانوا حسن كان بيتحرك زي المكوك في كل انحاء الملعب بالزبط. كان مجهوده يعني وافر جدا 90 دقيقه شوقي كان بيلعب بثبات اكتر تركيز اكتر على انه يقرب من المرمى يسدد لو في فرص بيجيب اجوان يعني كانوا بيلعبوا بطريقتين مختلفين تماما شايف مين فيهم الاقرب لما تلعب في المركز ده انا كنت شايف ان شوقي في التحرك وفي التمركز
كنت باصص لشوقي في دي حتة المجهود والضغط والبريس في الملعب كانت حسن مصطفى. كل واحد عنده ميزة هم فعلا كل واحد فيهم كان فيه ميزة وكان بيكملوا بعض. يعني هو شوقي كان بيعمل جزئية الميل والتغطية، وكان شوقي دايما من مميزاته ان هو دايما في اخر الماتش مجرد ما اللاعب اللي معاه يسرح يبتدي يزيد يجيب جون بدماغه ويبتدي يزيد جوه ال 18. كان عنده دي حسن كان دايما حريص على ان هو يبقى واقف قافل في نص الملعب. فطبعا انا كنت باخد من ده وباخد من ده لان ما كنتش اقدر ابقى زي ده او زي ده، لان حسن كان ما شاء الله كان فايتر قوي في الملعب قوي وسريع. بالظبط. نجحت في ده بدرجه قد ايه؟ يعني بدايه مشاركتك مع الفريق سواء في الدوري او بطوله افريقيا او اي بطوله شاركت فيها مع النادي الاهلي محليه او دوليه، نسبه تحقيق نجاحك في مركز جديد عليك كان رضا الجهاز الفني قد ايه؟ كان كلامهم انت بتتطور في المركز ده واكتسبت الخبره فيه خلال قد ايه؟ انا تقريبا انا قعدت اول ماتشين في الموسم، اول ما الموسم بدا قعدت اول ماتشين ما لعبتش. كانت اول مباراه، كانت ثالث مباراه، كانت مباراه المنصوره. خدت بالظبط في المباراه دي اخر ثلث ساعه. بعد كده لعبت حوالي 8 ماتشات ورا بعض بشكل اساسي، كان من ضمنهم كان طبعا مباراه الزمالك، كان من ضمنهم كانت مباريات كتير مهمه، وكان من ضمنها مباراه افريقيه. بعد كده بعد التسع ماتشات او كان تقريبا 8 ماتشات اللي هو لان مباراه التاسعه دي كنت انا خرجت منها من الملعب. مستر مانويل ليه طريقه خرجت منها من الملعب. دي المباراه اللي مانويل جوزيه قال لك فيها بطل دريبلينج او بطل ترقيص في الملعب واحتفاظ بالكوره. تمام. عملت ايه؟ فضلت تلعب بنفس الطريقه اعتمادا على مهارتك. يعني ساعات اللعيب مهارته بتخليه يفضل ماسك الكوره كتير، وانت كنت لاعب مهاري. قول لنا اللي حصل بعدها رد فعل. والله انا كان اداء التمام مباريات كنت ملتزم جدا بالتعليمات، وكنت بعيد دايما عن الحته المهاريه وان انا اعمل دريبل بالكوره وكده. طبعا انت عارف ثقافه اللاعب المصري بقى كده، فبدات انا اخد الثقه. انا بقى لي حوالي 7 ماتشات 8 ماتشات بلعبهم، ادي مباراه اللي بتعمل اللي الجهاز عايزه بالظبط، حارم نفسك بقى من الحاجات اللي بتمتعك كلاعب. طبعا يعني المركز ديفندر مسؤول جدا في الباص، مسؤول جدا في الدريبل، مش مطلوب ان انت تعمل حاجه زياده، انت تحت ضغط على طول. يعني انت المركز الوحيد اللي في الملعب ان بيتضغط عليك من كل الاتجاهات. يعني ممكن فيرود ياخد خطوتين فهو يبقى في ظهرك، ممكن هافي يضم لجوه فتحصل لك مشكله. لازم في المركز ده تلعب زي الالمان بسرعه. فطبعا مبدا بسرعه ده ما بيديكش احساس بالمتعه، خاصه انك انت عندك مهارات عايز عندك حاجات عايز توريها للجمهور من وقت انتقالك للاهلي لسه ما عملتهاش. بس ممنوع بحكم المركز اللي انا بلعب فيه طبعا. فانا فاكر طبعا كان مستر مانويل كل شويه يقوم استاكوزا تو تاتش، فانا ببص له فاهم يعني ما بتكلم ايه، فببص له بصت يعني بظروف الموقف. يعني لو الموقف تو تاتش، لو وان تاتش هعمل كده، يعني لمسه واحده هعمل كده. فطبعا دريبل في لفه، فراح وقف طبعا على التراك، طبعا عمل حركه كده، فطبعا الناس طبعا ضحكت، فقعد يقول لي راوند اند راوند، وقعد يلف حوالين نفسه وهو بيكلمني ان انا بمسك الكوره، يعني بلف كتير. وبعدين مفيش حوالي 8 دقائق بعد اللفه الجميله دي لقيت نفسي بره. عايز اقول لك ان هو عمل لك كده بعدها، قال لك كده، قال لي فانتاستيك استاكوزا تشينج استاكوزا، وراح مخرجني على طول. طبعا انا فانتاستيك دي كنت بدات احس ان هو ممكن يكون راضي عني شويه، فاتفاجئت طبعا ان في تسخين ما لحقتش ولقيت نفسي قاعد بره. ف اتعلمت الدرس. طيب هل اثر عليك في ثقه مستر مانويل في التزامك بالتاكتكس اللي مطلوبه منك كلاعب في الملعب والجهاز الفني بيكلفك بيه، ولا ده خلاك تركز اكتر وخدت فرصه، ولا بعدك شويه عن حساباته الموقف ده؟ هو الموقف دوت على قد انا ما خدت منه وتعلمت منه، ولكن بعدت كتير بحكم ان كان اللعيبه اللي كانت متواجده او كم النجوم اللي هي كانت متواجده او اللعيبه اللي انا بلعب في مراكزها، هو انا مجرد ما هعمل كده هو هيبقى متواجد، هو خلاص جاهز غيرك كتير في الملعب، المنافسه صعبه. واللي دخل ما اداش فرصه بقى خلاص. بالظبط. هو كان بيعمل ايه غلط؟ طب انا ما يعني انت تعترف ان الموقف ده ضرك في مشوارك مع الاهلي، اثر على مشوارك شويه مع الاهلي؟ اثر على مشواري بصفه عامه طبعا. طبعا، لان كان انا برضو برجع بقول هي بترجع لثقافه اللعيب. يعني هي النهارده انك انت لعيب توصل لمرحله انك انت تاخد الثقه، فتبدا تعمل اللي يبسطك وتبعد شويه عن الـ 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 الامور اللي هي واخدها انت في المركز تعليمات. فتبعد عن الحاجه دي كويس. يعني مشكله النادي الاهلي انا على طول راكب مباراه، انا على طول فارق سكور، فدوت دايما مخليني عايز ازيد. يعني في ارتياحيه، يعني ايه اللي هيحصل؟ هترد الكوره،
احنا خط الظهر كان قوي جدا وفارض نفسه في مدي النحاس وراح سامو الحضري هيحصل ايه. لكن هو طبعا كان مبدا مستر مانويل لا احنا بننفذ لا دايما كل مباراه احنا عايزين نبقى زي الهدف اللي قدامنا على الشاشه يا كابتن احمد. بس دوت حدودي اخر حدودي ال 18 فانا كنت بحاول يعني طب على الاقل شوت طيب. خلينا نشوف راي واحد من زملاء استاكوزا اللي كان زميله في الملعب وكان كمان بيتميز في اكتر من مركز منها مركز الوسط المدافع وكان عنده قدرات كمان ونزعه هجوميه في بعض الفترات في المباراه. الكابتن عبد الله فاروق مساء الخير يا كابتن عبد الله. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار. ربنا يخليك انا اسعد والله ربنا يبارك. سلم على استاكوزا الاول وقول لنا رايك في زملته وعلاقتك بيه داخل صفوف النادي الاهلي داخل الملعب في المباريات كلاعب محترف في النادي الاهلي وعلى المستوى الانساني كصديق. لا مش عايز يسلم اختياره يعني. يعني لا مش كصديق ده كاخ كبير. يعني كابتن احمد حسن ده يعني مش هي مش قادر اقول لك من اكتر يعني من اقرب الناس ليا في مجال الكوره وانا لسه طالع في ناشئين كان هو اللي بيقف جنبنا كان بيقف جنبي وبيساعدني على طول يتكلم معايا على طول نصايح على طول حاجات كتير قوي استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير جدا فيعني مش قادر اقول لك اللي هو زميل لا ده اخ كبير فعلا فعلا. حتى في بدايه شغلي لما بطلت كوره وبدات اشتغل في التدريب كان برضه هو اللي واقف جنبي اشتغلت معاه في دجله كان على طول نصايح كان على طول كلام معايا على طول يقول لي عبد الله اعمل عبد الله سوي عبد الله اتكلم عبد الله فكان يعني ليه حاجات كتير معايا بصراحه انا مش قادر انساها يعني. طب في تشابه في اسلوب اللعب شويه بينك وبينه؟ في ايه؟ في تشابه في ستايلك كلاعب واسلوبه هو كمان في الملعب قدراته سواء في الدفاع او الهجوم او طريقتك في الملعب بشكل عام؟ لا كابتن احمد يفوق كتير عن طبعا احمد يعني ما شاء الله يعني هو يعني في الناحيه الدفاعيه ممكن نبقى شبه بعض شويه لكن في الناحيه الهجوميه وفي الفنيات لا هو اعلى كتير ما شاء الله يعني. ده تواضع عبد الله ده تواضع عبد الله. لا والله يا كابتن لا والله خالص ده يعني دي حقيقه فعلا والله يعني انت ما شاء الله فنيا عالي جدا مهاريا عالي جدا ما شاء الله. الواحد لما كان بيتزنق في الملعب كان بيسلم الكره لكابتن احمد استاكوزا هو بيتصرف يعني لما كان اي حد مزنوق في الملعب بيتصرف هو يديله الكره هو بيتصرف ما شاء الله يعني عنده الحته دي عاليه جدا ما شاء الله. طيب الامور ماشيه كويس في وادي دجله يعني شايف ان التجربه ان شاء الله متفائل بالنسبه لكابتن احمد حسن انه هيحقق رصيد كويس في عالم التدريب وهيحقق قدر كافي ان شاء الله من النجاح في مشواره مع اكاديميه وادي دجله؟ لا هو ما شاء الله يعني هو يعني ما شاء الله الناس كلها هناك بتحبه وهو يعني معلم مع الناس كلها عامل حاجه كويسه جدا ماشي بطريقه محترمه جدا بيتعامل مع الناس كلها باحترام وبادب وفي وقت الشغل عنده ما فيش هزار يعني احنا بره الملعب بره الشغل بره حاجه لا بنعمل حاجه هزار وضحك وبنقلب الدنيا لكن في الوقت الشغل ما عندوش ما بيحبش الهزار ما بيحبش يعني ما حدش ياثر في شغله. اهم حاجه الواحد في شغله مهما كان صاحبه او اي حاجه او اقرب ناس ليه ما بيهزرش طالما في الشغل ما بيحبش يهزر ما بيحبش يتكلم يعني لما بيلاقيني مثلا لما كنت بقى في الملعب بضحك ولا حاجه يقول لي لا ركز في شغلك اتكلم مع الناس ما بيحبش الهزار في شغله. فهو يعني انا من وجهه نظري انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره جدا في المجال اللي هو فيه ان شاء الله. فاكر مواقف او مباراه معينه شايف فيها انك يا كابتن عبد الله مع الكابتن احمد كنتوا فيها في التوب فورم في احسن حالاتكم مباراه ما بتنساهاش ابدا؟ والله بص يعني الكلام ده من كتير وانا مش فاكر قوي بس حاول بس اعتقد ان يعني كنت احمد على طول في التوب فورم بتاعته يعني انا ما شفتلوش ماتش نزل فيه لكن هو على طول ما شاء الله في التوب فورم بيبقى مركز جدا بيبقى مركز يعمل حاجه كويسه. عبد الله حبيبي ده بيحبني قوي تيجي من ان هو يجي من شارع الدخان للنادي الاهلي بيلعب اساسي على اثنين كانوا بيلعبوا منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا يعني دي تبين لك ان هو بيركز وعارف هو عايز ايه وعايز يوصل للهدف بتاعه فبيوصل له. بشكرك جدا على المشاركه معنا في الحوار لاعب النادي الاهلي السابق الكابتن عبد الله فاروق بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الله. تعليقك على الكلام الجميل يا عبد الله والله قال الكلام كتير يعني بس عبد الله كان مبالغ شويه بس هو الشخصيات المحترمه وهو كان شغله كويس ودوت هو دلوقتي موجود في قطاع النادي الاهلي وده اكيد من شغله كان متواجد معايا قعد معايا ما كملش سيزون معانا في وادي دجله
شغله كويس، فنيا كويس. انا بحبه عبد الله من واحنا موجودين في النادي الاهلي، كان بيتصاعد معانا من اللعيبه المحترمه جدا، وكانت امكانياته كويسه جدا طبعا لولا الاصابه. فاتمنى له ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه والتوفيق ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. افضل فتراتك في الملعب مع الاهلي، سواء في اي مشاركات شاركت فيها، سواء في البطوله الافريقيه حصلت على اكتر من نسخه للبطوله الافريقيه واكتر من لقب مع النادي الاهلي، بطولات الدوري اللي حققتها مع الاهلي، المشاركه بالمركز الثالث في كاس العالم للانديه، ايه الفتره الافضل والاغنى فنيا في حياتك كلاعب؟ هي الفتره الافضل انا زي ما قلت لحضرتك كابتن كانت البدايه مع النادي الاهلي، في الثمان او تسع مباريات اللي هم كانوا في البدايه دي كنت انا واصل لاعلى حاجه في 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 المستوى. كان من ضمن الفتره ديت كانت مباراه الزمالك اللي هو كان مباراه 4-2، كانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا ابدا المباراه دي، لان دايما متعودين ان في المباريات اللي هي مباراه القمه دايما يلعب اللعيب اللي لعب قبل كده مباراه زي دي اللي عنده خبرات اهلي وعنده خبرات كتير. زي دي انا المباراه دي طبعا كان متواجد شوقي وحسن، وكان طبعا مستر مرمى كان عايز يقفل نص الملعب تماما، كان جبهه الشمال دايما في الزمالك كانت جبهه حره، وكان كل الانطلاقات ناحيه الشمال لان كان عندهم لعيبه كتير قوي مميزين ناحيه الشمال، طارق السعيد، طارق السيد، شيكابالا، كان في مجموعه كبيره قوي. مستر مانويل في المباراه دي فكر بشكل تاني، هو فكر بان دايما الجبهه القويه بتدافع عليها، فهو قرر ان هو يهاجم الجبهه ديت بان هو لعب في الماتش دوت محمد بركات ناحيه اليمين باك رايت، ولعبنا انا فوقيه بهاجم من فوقيه، وكانت ديت كانت مفاجاه المباراه ان انا العب في المركز دوت. اديت مباراه كويسه، كنت مبسوط طبعا بالمباراه وبالاجواء وبالجو. ونتيجه المباراه طبعا كانت نتيجه 4-2، كانت طبعا نتيجه كبيره في الوقت دوت، كانت اول مباراه بعد ما مستر متواجد مستر مانويل، وفي ظل التشكيل الكوكب بعد فتره دي. كمان تعادلات او تفوق للزمالك سبقت المباراه دي، سبقت مباراه 4-2. في فتره قبلها كان دايما النتائج فيها حاله تعادل او ما فيهاش التفوق المعروف للاهلي في لقاءات القمه، فالمباراه دي كانت من نقاط الانطلاق مره تانية للاهلي. هي كانت كانت انطلاق، لان كمان كان التشكيل وكانت المجموعه اللي كانت موجوده كانت مجموعه مش طبيعيه. احنا في الفتره ديت يمكن احنا كلاعيبه كنا بنتكلم مع بعض ان اللي يقعد بره كبديل ده بطل، يعني اللي يقدر يخش ال 18 في ظل كم النجوم ديت كان بطل. فطبعا كانت البدايه حظ وحش للزمالك، كان في الفتره دي فعلا في ظل تواجد كم الكبير ده من النجوم. احنا المباراه دي انا فاكر احنا اداء المباراه نفسه وهو ماشي انت مش حاسس بجو المباراه اللي هو فيه نديه، مع احترامي طبعا نادي الزمالك طبعا، وكان مع احترامي الاجواء اللي كانت موجوده والجماهير، انت بتأدي بمنتهى الارتياحيه، انت المباراه كان هيبقى السكور اعلى من كده. حتى في المباراه دي على ما اتذكر كان مدرجات الاهلي ممتلئه بشكل كبير جدا، كان الجمهور واضح انه اكتر كمان في المباراه. يا كابتن هو جمهور النادي الاهلي على طول، في مباريات بنفتكرها في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك بيبقى واضح فيها ان في جمهور الاهلي باين انه اكتر قوي في المباراه دي، بتبان في شكل المدرجات، في عدد المقاعد الموجوده الفاضيه سواء في الجمهور ده او ده، في حاجات كده بتبان على الشاشه كمان لو بتتابع من شاشه التلفزيون بتبقى باينه جدا. المباراه دي كانت من المباريات اللي واضح ان مفيش مقعد واحد فاضي في ناحيه جماهير الاهلي خالص، كانت مليانه عن اخرها. جماهير النادي الاهلي عندها ثقافه وعندها حب للنادي الاهلي وعندها انتماء، عارفه امتى تساند وعارفه اهميه المباراه، فبتلاقي دايما العدد حسب اهميه المباراه، بتلاقي الصوت حسب اهميه المباراه، الجماهير حتى الهتاف بيحصل في الوقت اللي انت محتاج يتقال ايه دلوقتي. لكن احنا عمرنا ما شفنا، انا جماهير النادي الاهلي كنا بنلاقيهم معانا في ادغال افريقيا، انا عمري ما شفت كده. يعني انا الجماهير دايما ممكن تبقى متواجده في مباراه مثلا في شمال افريقيا، متواجده مثلا في كينيا، لكن ان احنا نخش جوه في اوغندا فتلاقي معاك جماهير جايه معاك في الطياره، انا ما شفتش جماهير كده بصراحه. طيب قيمت الفتره اللي بعد المباراه دي ازاي؟ هل شفت انك خلاص بقيت بتحصل على ثقه الجهاز الفني ولكن على فترات متباعده، ولا في فتره بتشعر فيها او بتتذكر فيها انك بقيت من الاساسيين العناصر اللي ما يتمش الاستغناء عنها من ال11 الابتدائي والمباريات، ولا كانت الامور متغيره؟ في الفتره الاولى اللي هي فتره اللي هي الاول بعد التعاقد 8 9 لا بعد التعاقد على طول، انا كنت في ظل كم من النجوم اللي كانت متواجده دي كنت مستبعد تماما ان انا العب، لما بدات بلعب وعندي اصرار. بعد ما بدات اشارك طبعا ثقة انك انت تلعب في النادي الاهلي بتشيرت النادي الاهلي، ثقة انك انت تقدم اوراق اعتمادك للجماهير، انك انت يتردد اسمك، انك انت تبقى متواجد بصفة رئيسية، وان كانت دي هي اللي خلتني ان انا ابتدي العب بارتياحية زيادة عن اللزوم، وان انا برضو مستر مانويل اللي اتعامل معاه بالشكل اللي هو اتعامل معايا بيه ده.
دي طبعا كانت مدياني ثقه، كنت حاسس ان انا خلاص انا متواجد هنا فانا مش هخرج من دي. لكن بقيت من نجوم الفريق خلاص، بقيت من نجوم بقيت من نجوم الفريق، مش بالشكل اللي هو نجوم الفريق، يعني كان النجوم في الوقت ده كانت كتير قوي، كانت كوكبه رهيبه، بس خلاص يعني حصلت على الثقه، بدات ابقى واحد من الاعمده الاساسيه في الفريق. لكن ممكن نرجع للكابتن ثابت، ان في حاجات ما تنفذتش من الكلام. هنرجع نكمل كلامنا وايه اللي قاله الكابتن ثابت البطل في اول لقاء معاك رحمه الله ولم تلتزم بيه، فده اثر على مشوارك. هناخد اعترافات كتير النهارده. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع الكابتن احمد حسن استاكوزا مع هذا الفاصل، ونعود لاستكمال الحوار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونجدد الترحيب بنجمنا النهارده نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد حسن استاكوزا. اهلا بيك مره ثانيه كابتن. اهلا بيك كابتن. انا عاجبني صراحتك، لان واضح ان ده بيعكس شخصيه فيها ثقه بالنفس وفيها ثقافه اكتسبتها من خبراتك، لان عاده اللعيب اللي ما بيشاركش بالقدر المناسب لموهبته او ما بيحصلش على فرصته زي ما كان متخيلها وقت انتقاله النادي بحجم النادي الاهلي، دايما بيقول انا اتظلمت، كان في مجاملات، او كنت ما كنتش قريب من الجهاز الفني على المستوى الانساني، او دي حاجات فيها الكيمياء والكاريزما وفيها العلاقات الاجتماعيه وانا لا اجدها. يعني من الحالات القليله قوي اللي شفت نجم لاعب محترف سابق بيقول انا كان عندي اخطاء او انا قصرت وده اثر سلبا على فرصي في المشاركه. دي حاجه انا بحييك عليها مبدئيا. كنت بتتكلم قبل الفاصل، خليك تعترف اكتر دلوقتي. كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان كلفك بحاجات كتير قوي، قال لك دي العناوين الرئيسيه لنجاحك وبقائك داخل النادي الاهلي، وانك ما التزمتش ببعضها. زي ايه؟ اللي هو التزام بالتعليمات في المركز اللي انت تلعب فيه. ملوش المركز اللي انت تلعب فيه ملوش علاقه بامكانياتك. انت امكانياتك لو انت امكانياتك 50% انت مطلوب من المركز اللي انت تلعب فيه ده 30%، طلع لي 30% بس ما تطلعش حاجه، مش محتاجين ال 20%. ما تشغلش انت في المنطقه اللي هي اللي هتخرجك عن النص. انا طبعا ما كانش عندي حته الالتزام قوي، بحكم ان انا كنت بميل دايما ان انا ازيد، او بميل دايما ان انا اشوط على الجون وكده. فطبعا دي اللي بعدتني، وحته الرجوع في النادي الاهلي كان دايما مستر مانويل حتى كان ما بيتكلم في الجزئيات دي بيقول مش شرط عشان تبعد اصابه، او مش شرط عشان تبعد انك انت مثلا واخد انذارين. خليك حريص جدا على مكانك، لان في ظل الاصابه او في ظل انك انت في واخد انذارين او بعيد عن الملعب، اللعيب اللي هيخش مكانك مش معنى ان انت رجعت ان هو يخرج من الملعب. هو ادى، هو متواجد، وانت تستنى فرصتك زي ما هو استنى فرصته. الكلام ده طبعا اتطبع معايا انا بشكل جميل قوي، لان كان اللي دخل مكانك الفرصه استمر. لا اللي دخل ما خرجش، بس كان عنده قناعات ببعض اللاعبين حتى في حاله غيابهم للاصابه والانذار. يعني كان نجمنا رامي عادل معانا في حلقه من الحلقات قال انه لعب مباراه مكان النجم احمد السيد، كان احمد السيد مصاب او عنده انذارين، وقال انه مانويل جوزيه بعد المباراه قال افضل واحد النهارده ادى المطلوب، كانت مباراه خارج ملعبنا مع منافس افريقي في البطوله الافريقيه. قال النهارده اللي 100% اداؤه متميز والتزم بكل المطلوب منه رقم واحد في الفريق رامي عادل. تمام. وقال المباراه اللي بعدها انا رجعت احتياطي، فسالته قال له لا انا عندي التصنيف دلوقتي بعتمد بصفه اساسيه مثلا على جمعه مثلا واحمد السيد، النحاس واحمد السيد، يعني مش متذكر مين غير احمد السيد اللي كان في المباراه دي كاساسي، كان شادي بس هي الامور او شادي. فالامور بتتغير من لاعب للاعب، ومن حسابات المدرب احيانا بتختلف فيها اللي بتقوله ده، وساعات بيبص لانه اللي راجع لي ده هيرجع يشارك على طول، هو اساسي عنده. هو ممكن يكون انت ادائك كلاعب بالنسبه لمستواك او بالنسبه للفنيات اللي عندك هو اداء عالي جدا كمان، لكن ما يناسبش طريقتي انا كمدرب. يعني انا كطريقتي كمدرب، يعني مثلا رامي مميز بالتسديد قوي، بيسدد وبيسدد برجلين الاثنين، لكن في مباريات انا ببقى بلعبها مفيش المساحه ان عندي الباك يزيد في المنطقه دي. عايز الباك اللي هو عنده حته الالتزام اكتر شويه. المباراه دي محتاجه ده، محتاج اللي عنده الشكل الدفاعي اكتر. انا فاكر كان في مباراه كنا بنلعب، كان عندنا مباراه ام بي في المقاولين، ارضيه الملعب ما كانتش كويسه، انا كنت بلعب في الفتره دي بشكل اساسي. فطبعا مستر مانويل كان بيتكلم ان وهو بيتكلم في المحاضره بتاعه المباراه قال احنا وصلنا الفتره اللي فاتت لاعلى تشكيل في تاريخ النادي الاهلي، احنا كنا ماشيين بمكاسب بسكور كل المباريات، ولكن النهارده هيبقى فيه تغيير فني. التغيير ده راجع لنوعيه ارضيه الملعب، محتاج اللعيب اللي هو
عنده الاشتراكات والالتحامات اكتر من اللعيب اللي هو عنده الفنيات فكان العالية مش محتاج هو الجانب الجمالي قوي في المباراة دي. بالضبط، لان ارضية الملعب حتى مش هتساعد قوي. فكان في المباراة دي، انا فاكر في المباراة دي ان انا قعدت الشوط الاولاني ولعب حسن مصطفى، لان هو كان محتاج لعيب عنده حتة الاشتراكات، لان كان في الفترة دي كان انبي مميز بنص الملعب، صاروخ وسمير صبري كانت المجموعة، وهاني عبد الله كان عنده مجموعة مهارية جدا وسرعة. فهو كان حابب في المباراة دي ان هو يلعب. مش معنى كده ان ده افضل او ده افضل، هي كل مباراة ده الانسب للمباراة دي، ده الانسب للطريقة. ببساطة عايز تقول ان لاعب النادي الاهلي اللي عايز ينجح في النادي الاهلي لازم يبقى متفاهم وجهة نظر الجهاز الفني طول الوقت. بالظبط، كل مباراة، في شكل الاداء، في طريقة الاداء، في طريقة المركز نفسه مع المنافس ده اللي ممكن تتغير حتى في المباراة الواحدة. بص يا كابتن محمد، مش من الطبيعي في نادي او في فريق كبير زي النادي الاهلي بكم البطولات وبالاسم دوت ان هو يكون بيجامل او بيجي على حساب مثلا الفريق او بيجي على حساب نفسه ونتائجه، لا يمكن مش هيحقق النجاح ده كله. بالظبط، لكن هو دايما بيلعب الافضل او بيلعب اللعيب اللي هو يناسب المباراه دي او يناسب طريقه اللعب دي، لكن كله في الاخر بيصب المكسب، كله بيصب في الاخر لتاريخ النادي الاهلي. المدرب في النادي الاهلي مش مجرد مدرب متواجد بيعمل اللي هو عايزه، هو انت بتعمل اللي انت عايزه، ودي بتبقى اساس مجلس الاداره. انت واخد مساحتك، يعني انت واخد مساحتك ومتشاف. طول ما هو ادائك، طول ما هو ادائك ماشي في 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 يحقق اللي مطلوب وفقا لسياسات المجلس، يحقق المطلوب، احنا كل في الدعم في ظهرك وكلنا في ظهرك. والاداء طبعا، يعني يمكن انا كان من ضمن كلامي كان على الكابتن حسام البدري، كان جه في وقت معين كابتن حسام البدري كان حقق ما شاء الله اللي هو البطولات الموسم اللي فات كمان. الموسم اللي فات لك تصريح اتكلمت قلت ان نجاح النادي اداريا واستقراره وقدرات اللاعبين الفنيه ساهمت او ادت الى النجاح اللي محققه الكابتن حسام البدري. بالظبط، انا ما اتذكر يعني. بالظبط كده، اللي هو نفس الكلام اللي بكلم حضرتك فيه دلوقتي كابتن، هو ان انا بدي لك المساحه، انا ما بتدخلش في شغلك، انا بوفر لك كل اللي انت عايزه في سبيل في الاخر ان انا شايف انك انت ماشي صح. كابتن حسام البدري كان جات فتره بدا يبقى فيه هجوم شويه من الاعلام، ده دايما كان احنا متعودين عليه في مصر، ان دايما يبقى فيه مردود على مجلس الاداره. لازم مجلس الاداره يبقى فيه موقف، لازم يبقى مركز مجلس الاداره بيشاور ان احنا بنفكر التعاقد مع مدرب اجنبي جديد. الكلام ده احنا مش شفناهوش خالص، بالعكس، لانها في ظهر كابتن حسام، لا احنا بندي لك الثقه، لا احنا عارفين ان انت ماشي كويس، عارفين الشكل العام لطريقه الاداء. كان يمكن كان بيبقى الاداء كويس عكس اللي موجود دلوقتي. لا قصدك مع بدايه تولي كابتن الخطيب ومجلسه المسؤوليه؟ بالظبط، كانت فعلا الفتره اللي كان فيها انتقادات كان كابتن حسام فعلا كان نزيف نقاط، النادي الاهلي يبعد عن الشكل الادائي. بالظبط كده، ولكن احنا لقينا ان مجلس اداره النادي احنا بندي ثقه، احنا بندعم، وفي وقت قصير لقينا النادي الاهلي راجع للوضع المظبوط. حتى شكل الاداء مش النتائج بس، شكل الاداء اختلف. ازاره اللي كان بعيد عن التهديف بدا يهدف، الشكل العام بدا يبقى الشكل كويس. ليه؟ لان هو ده النادي الاهلي، هي دي طبيعه النادي الاهلي، هي دي سياسه النادي الاهلي. فمش من الطبيعي ان ممكن مدرب بشكل فردي ياخد ما بيحبش لاعب فمش هلعبه، او ادائك مش عاجبني، لا هو ادائك مش مناسب ليا، ماشي اوكي، يعني ده 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 طبيعي في النادي الاهلي. لو ادائك مش مناسب الطريقه اللي انا بلعب بيها، لكن ادائك مش عاجبني، ده لا، ما فيش، مش موجود في النادي الاهلي. بعد النجاح الكبير اللي حققته مع النادي الاهلي ومع زملائك النجوم الكبار اللي كانوا موجودين هذا الجيل مع الجهاز الفني طبعا بقياده مانويل جوزيه، حققت عدد من البطولات، مركز ثالث في كاس العالم للأندية، عدد من البطولات الأفريقية، وأيضا عدد من البطولات في المسابقات المحلية، بطولات دوري وكاس مصر. أنهيت مشوارك كلاعب محترف مع النادي الأهلي، عايزين نقيم سريعا الجزء المتبقي من مشوارك كلاعب قبل الاعتزال. كان لك أكتر من تجربة، منها الترسانة. كان طبعا أنا بعد النادي الأهلي رحت نادي الاتحاد، لعبت موسم في نادي الاتحاد. بعد ما لعبت موسم في نادي الاتحاد رحت نادي الترسانة، لعبت موسم في نادي الترسانة. بس كان طبعا السنة دي كانت نادي الترسانة كان بيهبط، كان المفروض إن أنا في نهاية السيزون كنت خلاص موجود في الإنتاج، لكن طبعا ما حصلش نصيب، لأن أنا اخر مباراه تقريبا كان حصلت لي اصابه قطع في الرباط، فبالتالي كنت مضطر ان انا انزل مع النادي الترسانه درجه اولى عشان تستنى بقى تنهي برنامجك العلاجي وترجع. عشان ما هو كان مش من طبيعي ان نادي الانتاج كان هيكمل التعاقد معايا وانا جاي برباط صليبي، بمعنى ان انا جاي برباط فتره طويله على الاقل، يعني هبدا في نص الدور الثاني. فطبعا مفيش نادي هيتعاقد بالشكل دوت، فقعدت مع النادي الترسانه، وبعدين لعبت السيزون اللي بعديه، لان انا السيزون الاولاني ما لحقتوش في الدرجه الاولى، بدا مضغوط فما لحقتوش، فدخلت معاهم في السيزون الثاني. فطبعا في السيزون الثالث طبعا قررت ان
اكيد خلاص كفايه. طبعا ليه بقى بدنيا حسيت انك مش قادر تتحرك في الملعب او مش بنفس قدراتك على الحركه والعطاء في الملعب، ولا اكتفيت حسيت ان انا حققت خلاص اللي انا عايزه كلاعب وانه دلوقتي مش هيبقى فيه اضافه لمشواري؟ هو الموضوع ببساطه اول انت لو جيت بصيت هتلاقي كيرف نزول جامد قوي، يعني من نادي الاهلي لنادي الاتحاد ما بعتبرش وما بقلش من نادي الاتحاد، لكن طبعا تقييما بالنادي الاهلي طبعا في نزلت سنه. بعد كده انتقالي للنادي الترسانه، الاصابه بعد كده ولعب في الدرجه الاولى مع ارضيه الملعب اقل بقى كتير من طموحاتك او من اللي كنت حققته. انت في نزول انت كده كده بتنزل، فحسيت ان خلاص ما فيش جديد. حسيت طبعا ان كده كفايه، وطبيعه الملاعب كانت صعبه قوي في الدرجه الاولى في ظل انك انت راجع من اصابه اصابه صليبي، فانت على طول كمان خايف على نفسك طول الوقت من ارضيات الملعب وطبيعه اللعب وطبيعه التحكيم شويه، يعني طبيعه التحكيم في الدرجه الاولى الضوابط والتركيز عليه اقل كتير قوي من ممتاز، ففي تجاوزات كتير بتحصل. طبعا، ونص الملعب ده طبعا انت عارف دي ميدان معركه، فدايما كانت الالتحامات بتبقى قويه، فببعد عن الملعب كتير بحكم طبيعه ارضيه الملعب شويه خشونه كده. فطبعا لا قررت ان انا كده كفايه كده كويسه. طيب اخترت مشوار التدريب ودلوقتي بتقوم بمهمه كبيره ومهمه ان شاء الله تكون موفق فيها، نائب مدير اكاديميات نادي وادي دجله. تمام. شايف تجربتك ازاي وسعيد بمشوارك كمدرب او بانطلاقتك كمدرب وهتستمر في المجال ده؟ والله انا مبسوط بيها كبدايه، هي طبعا هي بدايه بتديك خلفيه عن الشكل التدريبي او شكل ازاي تتعامل مع البراعم، وطبعا اي حاجه بتبدا من الاول من تحت. طبعا وادي دجله مؤسسه محترمه جدا في التعامل مع البراعم بالذات، يمكن هي بقت متميزه جدا في المنطقه دي. الشغل فيها طبعا شغل ممتع، سيستم محترم، وانا يمكن من يعني خروج من النادي الاهلي للتعامل مع سيستم تاني قريب من النادي الاهلي بتبقى مرتاح، عارف تتعامل معاه. وادي دجله مؤسسه عندها عوامل نجاح كمان. بالظبط، فدوت يمكن عامل روح كويسه وفي التعامل هناك. في متواجد تواجد كتير لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، كمان هتلاقيهم بيعاملوك في تقدير حتى ادبي لتاريخك مع نادي الاهلي، نجم جاي من نادي الاهلي حقق بطولات مع الاهلي، ده وادي دجله يعرف يقدر اللاعب اللي عنده السي في ده، يعرف يتعامل معاه بالشكل حتى ادبيا المناسب. بالظبط، لان طبعا في الاول وفي الاخر هو الموضوع واخد شكل التسويقي شويه وشكل طبعا عشان خاطر انت اكاديميه كبيره بتتعامل مع براعم، فاكيد لازم تبقى مقنع لولي الامر هو مين المشرف، هو مين الموجود، هو مين اللي بيتعامل مع الاولاد دي. فطبعا اسماء لارتباطك باسم كبير زي النادي الاهلي اكيد دي بتدي شكل كبير. استغلال نادي وادي دجله الجزئيه زي دي طبعا دي حاجه تتحسب له، بس تتحسب في الاول طبعا للنادي الاهلي، لان الموضوع مش مادي، يعني هو الفكره كلها مش فكره ماديه، لا انت وجودك في النادي الاهلي اضافه ليك كاسم، اضافه ليك كتاريخ، اضافه ولاد النادي الاهلي حاليا مطلوبين في كل مكان. بالظبط، سواء داخل الملعب او بعد اعتزالهم بنشوف تجارب ناجحه كتير قوي انطلاقا من قيمتهم والفتره اللي نجحوا فيها داخل النادي الاهلي. بالظبط، يعني هم دايما بتبقى الانديه بيبقى طالب منك اللي انت خدته من النادي الاهلي اديني، ولو حتى الجزء اللي انت واخده من النادي الاهلي من الالتزام، من دايما بتبقى حاطط للعيب بتاعك على طول دوافع، يعني على طول دايما في دافع. النادي الاهلي هو اللي مخلي النادي الاهلي مكمل على طول كده، ان هو على طول في عنده دافع، على طول في عنده عندي الحاجات اللي انا بحفزك بيها. بتاخد بطوله مش النهايه، ده البطوله دي نقله، انت بتاخد بطوله الدوري عشان خاطر هتلعب افريقيا، انت دخلت تصفيات افريقيا عشان تاخد البطوله، خدت البطوله عشان كاس العالم، ادائك في كاس العالم حابب ان يكون ليك اداء، حابب ان انت يكون ليك شكل. فدايما الدافع دوت او دايما السياسه في حافز للاعبين، دايما الحافز دوت اي نادي بيبقى بيعمل فكره جديده او شغل جديد حابب ان الفكره دي تكون موجوده عنده، فبياخد حد اتعامل او احتك مع المؤسسه دي مع حته الاسم اللي هو عمله لك النادي دي اكيد بيستفاد فيه. يعني مستقر حاليا نفسيا، سعيد بتجربتك مع وادي دجله وشايف انها بدايه جيده لك في عالم التدريب. طبعا على المدى الطويل تتمنى تفضل مع البراعم والاكاديميات وقطاعات الناشئين حتى لو بقيت اسم لامع فيها، ولا تتمنى نشوفك في الدوري الممتاز مع فريق في جهاز فني كمدرب عام ولاحقا ان شاء الله مدير فني؟ اتمنى طبعا، لا طبعا هي زي ما قلت لحضرتك هي مرحله، اتمنى طبعا ان انا طبعا اكون موجود، لانك حابب انك تبتدي تتعامل مع لعيبه بتنفذ تكتيك او الشغل اللي انت المفروض انك انت الدورات اللي انت خدتها دي، غير التعامل مع البراعم. اكيد حته انك انت تتعامل مع لاعب
بيأدي جملة، بيأدي شكل خطط. طبعا دوت حابب جدا إن شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية عمل كده. موفق في مهمتك إن شاء الله يا كابتن أحمد. عندنا ملفات تانية عايزين نتكلم فيها طبعا بعد ما تكلمنا باستفاضة عن مشوارك كلاعب داخل وخارج النادي الأهلي. عايزين نتكلم شوية عن فريقنا الجيل الحالي من النجوم في النادي الأهلي وجهازهم الفني بقيادة باتريس كارترون. شايف إزاي مستوى الفريق مع انطلاقة الموسم ده على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي؟ والله أنا شايف على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي هي في جزئية واحدة هي راضياني جدا وهي نتائج. أما حتة المستوى والمستوى الفني فأنا شايف أن أنا صعب أن أنا أحكم على المستوى الفني دلوقتي أو أحكم على طريقة لعب. يعني أنا النهاردة عشان أطلب أحكم على طريقة لعب لمدرب هو أصلا ما ثبتش تشكيل دي صعبة أوي، لأن أنا النهاردة تقريبا في 4 أسابيع أنا لعب بفرقتين. يعني معنى كده ان انا ما وصلتش لتثبيت تشكيل. شايف ان كارترون لسه في مرحله بدرجه ما تجريبيه له هو عشان يوصل لافضل شكل للفريق. اكيد طبعا، لكن هو طبعا مش هقدر اقول ان هو ما هو حظه صعب شويه ان انت النهارده تيجي. طبعا انت شايف كان الوضع ازاي في المجموعه في افريقيا. انك انت تحسن من الوضع دوت، انت طالب مني نتائج وفي نفس الوقت طالب مني اداء. افضل يعني اوصل بسرعه لافضل شكل للفريق وانه يعرف عن قرب قدرات كل اللاعبين واستغلال الشكل الامثل وهو بيكسب وهو بالزبط. على مستوى النتائج ما بيتراجعش وده صعب. بس صعب. هو الحاجه الوحيده اللي هو عارف ان جماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عنها هو مبدئيا المكسب. اما حته الاداء دي فاحنا مع بعض الوقت، وطول ما في مكسب طول ما انت عندك الوقت تعمل اي حاجه وهيبقى في ارتحاف انك انت تتعامل. لكن لو ما كانش في مكسب كانت الدنيا هتبقى مختلفه. يعني ممكن كان يبقى في اداء بس ما فيش مكسب مش النادي الاهلي. بس بصراحه الجمهور ما بيستناش دايما على اي مدير فني بيتولى المهمه في الاهلي، خصوصا لما الاهلي يختتم موسم زي الموسم اللي فات. حتى لو كانت النتائج الافريقيه مش جيده احنا اختتمنا الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب منافس. تمام. فالجمهور بيشوف انه انت جاي على مجموعه كبيره من النجوم. تمام. فمالكش اي اعذار مقبوله، يعني عايزينك تبدا تدخل في دوران عجله الفوز والنقاط على طول. تمام. ده دايما الجمهور بيشوف المدرب كده وما بيديلوش اي وقت كافي انه يبقى فيه عنده اي سبب للتراجع في النتائج لو حصل. كنت محمد نقولش ده. لسه بتتكلم بتقول ان هي مجموعه كبيره. على الاقل اديني الوقت ان انا اتعرف فيه على المجموعه الكبيره دي واعرف مين اللي يناسب طريقه اللعب واعرف ايه الطريقه اللي هي تناسب المجموعه الكبيره ديت، فهاخد مين عشان يلعب معايا. انا النهارده عندي مجموعه كبيره، النهارده عندي مباريات كل يومين، ما فيش يعني كل يومين ثلاثة، ما تقريبا كل 3 أيام بلعب مباراة. يعني شايف ان الوقت قبل الموسم وانطلاقة الموسم والفرق القليل بين المباريات مش في صالح كارترون، ضغط عليه جدا. هو ضغط عليه جدا لدرجة ان هو بدأ يحاول يشوف. يعني احنا مش شايفين ثبات تشكيل خالص، هو مش قادر يعمل ثبات تشكيل. ولو وصل للتشكيل النموذجي اللي هو هيلعب بيه ما اعتقدش ان هو يفضل يلعب بيه على طول، والا اللعيبة دي هتجهد. فاكيد هيبقى في وسط المرحله دي هيقعد يريح، هيغير، هيبعد لعيب يحس ان هو مجهد شويه. فاعتقد في الفتره دي صعب ان انا يعني احكم على طريقه لعبه او هو طب والطفره او التغيير للافضل اللي حصل بسرعه جدا في 3 مباريات وخلى الاهلي من المركز الاخير في مجموعته في البطوله الافريقيه الى صداره المجموعه، شايف ده ازاي وتقيم ده ازاي؟ انا بقيم دوت اللي هو يعتبر خبره لاعبين، دي نمره واحد. نمره اتنين برضه هنرجع نقول روح الفينو الحمراء. هو كمدرب هو من المدربين القليلين اللي جم مسكوا في الاهلي المدربين الاجانب اللي عنده خبرات افريقيه. فاعتقد ان هو عارف يتعامل مع المباريات دي، لان انا عايز من المباريات دي 3 بونت. حابب الاداء؟ حابب الاداء، حابب الشكل الفني يكون كويس، حابب الشكل الفني يكون كويس. لكن انا كل اللي يهمني في المباراه دي هو اللي يهمني ان انا احسن من وضعي، اكسب 3 مباريات فابقى من متزايل المجموعه، لان انا دلوقتي متصدر مجموعه. دي طبعا حاجه تتحسب له جدا. عندي خط ظهر قريب من بعضه، حتى لو جم متاخر او بخلص المباراه بهدف واحد فانا قافل على حوالين مرمايا، ده كله يعتبر نجاح لي. النتائج بصفه عامه اللي هو حاططني فيها دي انا كمشجع اهلاوي، مش هتكلم كان ليه علاقه، انا كمشجع اهلاوي لا راضي جدا وسعيد جدا. بس اتمنى طبعا ان انا اشوف الشكل مش مرضي كشكل فني بالنسبه للنادي، ان احنا لسه ما وصلناش لافضل شكل نقدر نقدمه. لا شايف طبعًا. ان الشكل فنيا هيزيد وخططيا في الفتره طبعا الجميل. هيزيد طبعا مع ثبات التشكيل، مع ثبات التشكيل اللعيبه هيبقى في تجانس. كم الاسبوع الكام يا كابتن احمد لما كنت واحد من نجوم الفريق وبتشارك في الملعب، على الاسبوع الكام من اي موسم كنتوا بتوصلوا للتوب فورم بتاعتكم كفريق؟ اللي هي افضل حاله تجانس وافضل تشكيل دايما بنقول تقريبا بعد مرور قد ايه من الدوري؟ بس بيختلف، بيختلف عن دلوقتي. يعني متوسط دلوقتي هو مضغوط قوي، يعني هو دلوقتي ما عندوش المساحه الكافيه
حتى ان هو يعمل مباريات وديه في النص. انا شايف ان هي بيبقى على الاسبوع الثامن بيبقى خلاص بنت معالم الحياه كلها وبدا التشكيل تثبيت التشكيل وبدا اللعيب اللي انت حاسس ان هو في البدايه في المباراه الوديه، لان دايما احنا بنقول المباراه الرسميه دايما بتكشف، المباراه اللي هي فيها الضغط عصبي دايما هي اللي بتكشف. فانا شايف 8 اسابيع بقى تزيد او تقل حسب ظروف كل موسم، حسب ممكن يبقوا 6 اسابيع ممكن يبقوا 12 اسبوع. لا ممكن طبعا لان مش في جيت لا طبعا طبعا احنا بنتكلم في رينج يعني متوسط بتبقى 8 اسابيع لان دايما بتبقى في المباريات في الفتره الاولى بتختلف كمان من طبيعه نادي، يعني بتختلف من النهارده احنا عندنا نادي الجيش، نادي الجيش حاسس بالنزيف النقاط بدري قوي فادائه في عصبيه، النادي الحرس فيه عصبيه، يمكن احنا شفنا المباراه اللي فاتت. قصدك بتختلف حسب ظروف وخبرات كل فريق؟ لا احنا قياسا على الاهلي، انا بتكلم لما كنت في الاهلي كنتوا بتعرفوا الشكل وافضل حاله خططيه والتجانس والتيم ورك والشكل اللي عايزه الجهاز الفني بعد كام اسبوع من الدوري قياسا عليه. لو الدوري مش مضغوط اول اسبوع، يعني لو الدوري مش مضغوط وهو عنده المساحه، لان انا مفنش السيزون بنفس المجموعه، بلعب بنفس المجموعه واخد بيهم كل البطولات. لكن دوري زي اللي احنا فيه السنه دي لا لسه محتاج وقت. طبعا محتاج وقت طبعا، لان محتاج وقت يثبت التشكيل، هو مش عارف يثبت التشكيل لسه. كلمه اخيره يا كابتن احمد لو حابب تقول كلمه، يعني متفائل بمشوار الفريق ومنحنى ادائه على مستوى الدوري ان شاء الله على مستوى البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. طبعا متفائل، النتائج كلها في صالحنا. الاداء ممكن يكون مثلا الاداء مثلا مش راضيين عنه، ولكن عندنا الخبرات اللي هو بنقدر نطلع من الماتش باللي احنا عايزينه. واتمنى ان شاء الله باذن الله في جزئيه النتائج ان نستمر كده، واتمنى في الفنيات الدنيا طبعا تتطور ونشوف الشكل اللي هو يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. ايه الرساله اللي حابب بيها تختتم هذا الحوار؟ كلمه تحب توجهها لاي مسؤول في النادي، لنجمنا الكبير الكابتن محمود الخطيب او لمجلس الاداره الحالي باكمله او للجهاز الفني واللاعبين او الجمهور او مشاهدي القناه، اختار من تشاء لتوجيه رساله تختتم بها حوارك. انا بوجه طبعا رسالتي لكيان النادي الاهلي بشكل عام. طبعا اللعيبه عارفه طبعا المسؤوليه وعارفه الضغط اللي عليها، وعارفه ان النادي الاهلي هو يمكن بيمثل ضغوط شويه لان هو دوافعه كتيره ومتطلباته كتيره. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يبقوا قديها، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان نرجع لبطوله افريقيا تاني، نرجع ناخد افريقيا تاني لان غابت عننا شويه واحنا ما تعودناش على كده. اتمنى حاجه طبعا خارج كل ده، اتمنى رجوع الجماهير طبعا للملاعب بشكل عام، واتمنى بشكل خاص للجلال مهمه جدا للنادي الاهلي. طبعا مهمه، نتمنى ده دايما. بيقولوا النادي الاهلي هو اكتر فريق او اكتر نادي متضرر من غياب الجمهور لانه اكتر جماهيريا. صحيح، واكتر نادي جمهوره بيكون لاعب مهم ومؤثر معاه في الملعب. ده طبعا بلا شك هو مهم جدا طبعا في الملعب. ان شاء الله نشوف نجاح تجربه الترتيبات بين ادارات الانديه والمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم وكل المسؤولين في الدوله على مستوى الامن او وزاره الداخليه، كل الجهات اللي بتقوم بالتنسيق للوصول لافضل نتائج. نتمنى يكونوا موفقين في السيناريوهات الخاصه بارتفاع تدريجيا في معدلات او اعداد ونسب الجماهير اللي هتشارك بالحضور في المباريات، والتجربة تنجح بالكامل إن شاء الله وتبقى أفضل من كل التجارب اللي مرينا بيها على مدار الأعوام القليلة الماضية لحل هذا الأمر أو هذه الإشكالية. أسعدتنا بوجودك معنا كابتن أحمد حسن استاكوزا، نائب مدير قطاع أكاديميات نادي وادي دجلة ونجم النادي الأهلي السابق. مشكورك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا لي جدا كابتن حمد، وأنا كنت سعيد جدا على تواجدي معاك وفي بيتي النادي الأهلي. أسعدتنا وإن شاء الله يتكرر هذا اللقاء ونسعد بيك مرات ومرات.